حياكم الله متابعينا في يوم جديد من ايام نفكر واربح مع الاسلامي. احنا اليوم موجودين في الفرع الرئيسي لبنك البحرين الاسلامي الموجود في المنطقه الدبلوماسيه. ان شاء الله الحظ اليوم يكون حليف كل الزباين. حياكم الله. وتراويه الكاميرا. اقلب البطاقه. اقلب البطاقه. ايوه. البساطه. هونك يقول اسم المنتج المخصص للتمويل الشخصي في بنك البحرين الإسلامي. فكر فيها على ساعة وإن شاء الله تجيبه وتفوز. هو التسهيل. تسهيل فعلا شكلك تستخدمه. إي نعم. الله يسهل. الله يسهل أمورنا وأمورك يا رب. تفضل واحدة من البطاقات اللي تختارها. أيوة. تمسح وتربح. تقلب البطاقة على الكاميرا. أيوة. تمسح اللي تحتها وتحصل الجائزة. تحط البطاقة كاملة. 30 دينار في حساب فيوتشر ليدا. ألف مبروك. بنك. تروينها الكاميرا. تقربينها تروين الكاميرا. الجرأة جاهزة؟ جاهزة. قول مركز الاتصال الخاص ببنك البحرين الإسلامي. كم عدد ساعات عملهم؟ 8 ساعات. مركز الاتصال تعرفين اي واحد اللي هو 17 اي شنو 24 ساعه. الجواب في تساؤلك. لا لا انا بتاكد على بالي الدوام الرسمي. مركز الاتصال فعلا 24 ساعه. تسحبين لي واحده من البطايق اللي في خاطرك. ايوه. تمسحين وتربحين. عشان اعرف اي حساب. 50 دينار بس ابي اعرف اي حساب تحت هنا. 50 دينار في حساب تجوري. كلمة دينار وهي عملة مملكة البحرين. شنو أصلها؟ توقع من الدينار نسبة للدينار الإسلامي؟ لا. الأصل غير عربي عشان سهل الأمور شوي. أصل كلمة دينار. والله ما أعرف. حاول حاول. ممكن أتخمن لك يعني مرة مرتين. يعني هي عملة نسبة إلى عملة أجنبية؟ إيه. أنا بالمكان أصل كلمة دينار من وين جاية؟ من سويسرا؟ لا. من أمريكا؟ عطني شيء من حضارة قديمة، أوكي؟ أصل كلمة دينار من وين جاية؟ من الحضارات القديمة جدا. اللي هي العباسية يمكن. للأسف إجابتك غير صحيحة ولكن كسبنا شوفتك. جزاك الله خير. عنك وتراويها للكاميرا. أي واحدة تبيها. أوكي؟ اقلب البطاقة. أيوه. البساطة. الحساب المخصص حق الشباب. يعني يعطونا من سن معين لسن معين. شو اسم الحساب؟ بس ابي اسم الحساب. تو مبدلين لي انا ما ادري وش اسمه. لحظه. فيفو شو تدري؟ فيفو يا سلام. حساب فيفو هو الحساب المخصص. لا لك من الشباب. انزين احمد اسحب لي واحده من البطايق وتحتها جائزتك. اي واحده تبي ذي؟ اوكي امسح تحتها. هني؟ اي امسح واربح. ايوه كامل. افتح البطاقه كامله. كامل بعد تحت. ايوه 50 دينار في حساب البري بيد كارد الحين تحصلها. الف مبروك تشرفنا فيك. شكرا. اسم الحساب اللي من خلاله تخلي في مبلغ معين ممكن كل بين فتره وفتره تكون من الفايزين. هو حساب استثماري اللي في الاسلام. شو اسمه؟ شكلك عندك حساب هاللون. تجوري. تجوري شكله متروس التجوري عندك. فعلا. تجوري. نعم. اسحب لي واحدة من البطايق وتمسح وتربح. تمسح اللي تحتها. افتح البطاقة كاملة عشان نعرف جائزتك. كامل. تحت بعد. 50 دينار في فيرتشوال كارد الحين تحصلها. الف مبروك. الله يبارك عمرك ان شاء الله. حياك الله حبيبي. بحرين الاسلامي للابتكار. الرفاع. فعلا الرفاع. تتذكر الجهاز اللي فيه الكبير؟ اي شفته. اللي عن طريق تقدر تسوي كل من اتوقع من سمارت. ايوه تي في. تمام. اسحب لي واحده من البطايق تحتها جائزتك. اي واحده. تمسح وتربح عشان نعرف. بس عندكم شيء يوم سالي ولا؟ كامل عشان نعرف 30 دينار في اي حساب.
فيوتشر ليدر. وبشذي تكون انتهت رحلتنا في فرع الدبلوماسية. نشوفكم في فروع جديدة لبنك البحرين الإسلامي، ودائما وأبدا فكر واربح مع الإسلامي. مع السلامة.